بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي قناة مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية، فيديو جديد ومشروع جديد إن شاء الله نشرحه لحضراتكم من أغلب النواحي، لكن طبعا بشكل مختصر، لأن زي ما قلت لك قبل كده أنا بديلك فكرة المشروع مع شرح مبسط لأساسياته اللي بتمثل فيه فكرة عمل المشروع، المساحة المطلوبة عشان ننفذ المشروع، رأس المال وأسعار الماكينات وطريقة تسويق وتوزيع المنتج، وأخيرا بنتكلم على هامش الربح بتاعنا إن شاء الله. لكن في البداية لو أول مرة بتشوف القناة، أتمنى ويشرفني اشتراك حضرتك في القناة، كما لو حابب إني أوصلك جميع فيديوهاتنا أو المشاريع أول بأول بتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك عشان ده بيفرق معانا جدا في ظهور الفيديو، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتعوض المجهود المبذول في عمل الفيديو. النهاردة مشروع بتاعنا نقدر ننفذه بطريقتين، طريقة يدوية ودي مش هنحتاج فيها الى رأس مال كبير، الطريقة التانية هنشتري فيها ماكينة ودي هتحتاج مننا رأس مال برضو يعني الى حد ما مش كبير. هنشرح لحضراتكم الطريقتين وازاي ننفذهم وازاي نقدر نوزع ونجني ارباح من هذا المشروع. النهاردة ان شاء الله معنا دراسة جدوى لمشروع تقشير وتقطيع البطاطس وتوردها للمحلات التجارية. طبعا محتوى الدراسة هيتقسم الأربع محاور، المحور الأول وهو أدوات المستخدمة في المشروع، النقطة الثانية قبل بداية المشروع إيه الشروط اللي يجب توفرها في المشروع، ثالث حاجة خطوات عمل المشروع، الحاجة الرابعة والأخيرة وهي دراسة جدوى مالية للمشروع. طبعا المشروع ده ممكن يتنفذ عن طريق طريقتين، ممكن ننفذه عن طريق الشق الاولاني او الطريقه الاولانيه هي طريقه يدويه، وهي طريقه بنستخدم فيها الايد فقط او الايد العامله فقط، الحاجه الثانيه عن طريق الماكينات. طبعا الشق الثاني واللي هو الطريقه عن طريق الماكينات بيكون مكلف شويه، ولكن ممكن نعمله في البيت بماكينات معينه هنشوفها ان شاء الله خلال هذا الفيديو. طبعا قبل ما نشتري الماكينات قبل ما ننفذ المشروع، سواء زي ما قلنا بالماكينات او بالطريقه اليدويه وهي التسويق، ازاي هنسوق منتجنا؟ طبعا المنتج بتاعنا هنسوقه على المطاعم، والمطاعم تعتبر المصدر رقم واحد بالنسبة لنا في هذا المشروع، لان المطاعم بتستهلك كميات كبيرة جدا من البطاطس، كل المطاعم تقريبا بتستخدم البطاطس كمنتج اساسي عندها، وبنسبة كبيرة المطاعم الوجبات السريعة هي اكبر مطاعم بتستهلك كميات كبيرة من البطاطس. فاول خطوة بالنسبة لنا وهي التسويق، ان احنا بنروح نتفق مع المطاعم على توريد كميات كبيرة من البطاطس ليهم، وحاول في البداية ان احنا نقلل في السعر عشان ننزل السوق، لان طبعا اي تاجر او اي عميل بالنسبة لك هتكون اسعارك بالنسبة له اقل، فطبعا هيتعامل معاك وهو يفضل ان هو يتعامل مع الاسعار الاقل، فاحنا لازم في البداية نقلل في السعر عشان نقدر نشتغل، وبعد كده لما يكون ان شاء الله بالنسبة لنا عندنا زبون واثنين وثلاثة نقدر ان احنا نرتفع بالاسعار شوية او نعلل الاسعار شوية. لكن في البداية من المهم ان انت تكون اسعارك في المتناول او اسعارك اقل من بقية الموردين. طيب بالنسبة للمصدر اللي احنا هنشتري منه البطاطس، دي حاجة مهمة جدا، لازم نتفق مع المصدر اللي احنا هيورد لنا البطاطس في مشروعنا، سواء كان مزارعين او كانت شركة او كانت تجار جملة. لازم نكون مرتبين قبل بداية مشروعنا موضوع توريد البطاطس او الشركة او الشخص اللي هيورد لنا البطاطس بكميات مناسبة وبكميات في اي وقت موجودة، وده طبعا حاجة مهمة جدا عشان ما نتعطلش في شغلنا او ما نتعطلش في موضوع الانتاج بالنسبة لنا. وده اهم نقطتين في المشروع بتاعنا، ازاي اسوق المنتج وازاي احصل على المنتج بتاعي الخام في الوقت اللي انا محتاجه فيه. بالنسبة للموقع انا ما فيش مشكلة طبعا في الموقع، لان احنا في البداية هنحتاج موقع صغير، ممكن غرفة في البيت تفي بالغرض، الماكينة مش بتاخد مساحة كبيرة، مش محتاجة مساحة كبيرة، المهم يكون متوفر عندي مصدر المية، نحتاج طبعا مصدر المية بشكل اساسي وبشكل مستمر، سواء هنفذ المشروع بشكل يدوي او بشكل عن طريق الماكينات. نيجي للطريقة الاولى وهي تنفيذ المشروع يدويا. بالنسبة للأدوات هنحتاج في البداية لسكينة أو قشارة بطاطس أو الاثنين مع بعض، سعرهم طبعا قليل جدا لا يتخطى 50 جنيه. هنحتاج كمان ميزان إلكتروني بحوالي من 300 إلى 500 جنيه، وهنحتاج ماكينة لحام
للاكياس سعرها برضو من 150 الى 200 جنيه، وهنحتاج الاكياس اللي احنا هنعبي فيها المنتج بتاعنا. يعني الموضوع كله لا يتخطى ال 1000 جنيه بالنسبه لانشاء المشروع. بالنسبه لخطوات الانتاج هنبدا في البدايه غسيل البطاطس، وبعد كده موضوع تقشير البطاطس بالقشار اللي معانا او بالسكينه، وبعد كده بعد موضوع التقشير هنبدا ان احنا نقطعها. بعد كده المرحله الثالثه وهي موضوع تعبئه الاكياس، كل كيس كيلو او 5 كيلو او 2 كيلو ونص او 10 كيلو حسب طلب العميل. وبعد كده ابدا اقفل الاكياس بماكينه اللحام، وبعد كده بيتم توريدها للمطاعم. الطريقه الثانيه عندنا وهي عن طريق الماكينات. طبعا الطريقه الثانيه هتكون اسهل بالنسبه لنا، وهتكون هتساعدني ان انا انتج كميه اكبر من البطاطس المغلفه في اسرع وقت وبشكل كبير. بالنسبه للماكينه، الماكينه زي ما حضراتكم شايفين وهي بتغسل البطاطس وبتقشرها في نفس الوقت. طبعا دي بتشتغل بالكهرباء اللي هي 220 فولت، كهرباء المنزل العاديه. يعني الماكينه بالنسبه لنا ما فيهاش اي مشكله في الكهرباء. وزي ما حضراتكم شايفين في منها اشكال كتير جدا موجود في السوق واحجام كتير، وحسب الطاقه الانتاجيه اللي انت محتاجها. سعرها بيبدا من 15 ل 25 الف جنيه. في ماكينه سعه 5 كيلو، في 10 كيلو، في 25. بتصل طبعا لأطنان على حسب احتياجاتك اللي انت هتبدأ بها مشروعك. هسيب لحضراتكم في نهاية الفيديو ايه ارقام التواصل مع الشركات. عندنا الماكينة التانية وهي ماكينة تقطيع البطاطس، وفي منها برضو اليدوي، وفي منها الطريقة الآلية ان انا بحط البطاطس بس من غير ما اعمل اي حاجة تاني، والماكينة بتقطع البطاطس بشكل اوتوماتيك، او الماكينة العادية اللي هي بتكون مثبتة في الحائط، وان انا بستخدم ايد واضغط وايد تانية بضغط على الماكينة بتنزل معانا البطاطس قطع او صوابع زي ما حضراتكم شايفين. ودي طبعا بيكون في منها مقاسات في من 6 الى 12 ملي، كل المقاسات متوفرة. وبالنسبة للماكينة التانية سعرها بيكون من 1000 ل 15000 جنيه حسب شكل الماكينة وحسب المواصفات الفنية للماكينة، وحسب طبعا السعر الانتاجية بتاعت الماكينة. برضو لو بالكهرباء بتشتغل بكهرباء منزل عادية ل 220 فولت. بالنسبة لشروط نجاح المشروع عشان اقدر انجح مشروعي، عندنا في بعض النقاط. في البداية لازم نعمل اسعار مخفضة عشان نقدر ان احنا نشتغل في السوق ونقدر ننافس باقي الموردين. طبعا في عملاء بالنسبه لهم اهم حاجه السعر مع الجوده، فاحنا لازم في البدايه نقلل من سعرنا عشان بعد كده لو جوده المنتج بتاعنا كويس، فطبعا هيكون كده بالنسبه للعميل عنده السعر قليل وجوده كويسه، فالتعامل هيكون بشكل مباشر. ثالث حاجة عندنا بالنسبة لنجاح المشروع وهي متابعة السوق باستمرار. افضل طول الوقت متابع السوق واعرف الاسعار بالنسبة للعملاء والموردين، اسعار البطاطس الخام عشان لو البطاطس زادت اقدر ان انا اعلي في السعر، لو البطاطس سعرها قل بقلل في السعر عشان ما اخسرش العملاء بتوعي. قبل ما نبدأ هذا المشروع يجب ان انت تتوفر عندك بعض الشروط اللي انت لازم تكون ملتزم بيها. رقم واحد، اولا مساحة المشروع. عشان تعمل هذا المشروع انت محتاج مساحة عمل اقل حاجة حوالي من 10 الى 20 متر، عشان طبعا المواد الخام وسعة الماكينات لو انت تشتغل بيها الماكينات. الحاجة التانية يكون المكان جيد للتهوية، لان انت طبعا عندك منتج ممكن يفسد من التهوية الغير جيدة، او ان هو ان انت تحافظ على كمان المواد الخام الموجودة عندك. ثالث حاجة، حضرتك تكون متفق مع الشركة عشان تورد الأكياس الخاصة بتنفيذ المشروع. ولو حضرتك عايز تبدأ بالأكياس العادية اللي بتتباع في المحلات مفيش أي مشكلة، ممكن تبدأ بهذا الأكياس. الحاجة الثالثة الرابعة، لازم يكون عندك فريزر كبير عشان تخزن فيه البطاطس وتكون متخزنة بشكل جيد. طبعا بعد تقطيع البطاطس بتكون متغلفة في الأكياس وتكون خالية من الهواء عشان البطاطس ما تبصش معاك. بعد ما بتعمل الكلام ده كله بتخزن البطاطس في أكياس، أيا كانت أكياس كيلوات أو 2.5 أو 5 حسب مطلوب، بتم تخزينه في الفريزر. انا بنصح الناس طبعا اللي تبدا في هذا المشروع انها ما تقطعش كميات كبيره في البدايه وتخزنها غير لما يكون مطلوب منك شغل وشغل فعلي. الموضوع محتاج منك جهد في بدايه الامر،
دول كام نقطة لازم نكون متوفرين قبل بداية المشروع. خطوات عمل المشروع، طبعا خطوات عمل المشروع 6 خطوات هنقولهم مع بعض دلوقتي، سواء تبدأ بيها طريقة يدوية أو عن طريق الماكينات. رقم 1، غسيل البطاطس. لازم تغسل البطاطس بشكل جيد جدا، لأن طبعا الغسيل مهم جدا في عملية التقطيع بعد كده. طبعا الطين الموجودة في البطاطس هتيجي في البطاطس بعد تقطيعها تتنقل للمنتج، وده طبعا يأثر على جودة المنتج. تاني حاجة، تقشير البطاطس. طبعا في ماكينات دلوقتي موجودة في السوق، ماكينات رخيصة جدا في السوق موجودة، وهي خاصة بتقشير البطاطس. فطبعا الطريقة دي او النقطة بتاعة تقشير البطاطس هنخصص ليها شخص او عامل بيقوم بتقشير البطاطس. الحاجة الثالثة وهي تقطيع البطاطس. زي ما قلنا لحضراتكم أهم نقطة هي غسيل البطاطس بشكل جيد، عشان بعد كده عملية التقطيع يكون بشكل جيد وبشكل خالي من أي شوائب. طبعا في ماكينات موجودة في السوق برضو، ماكينات برضو رخيصة وماكينات مش غالية، يعني أدوات صغيرة بتقوم بتقطيع البطاطس. بحط البطاطساية من ناحية، تخرج البطاطس بتقطعها من الناحية التانية بشكل يعني شكل جيد وشكل فيه توفير في الوقت. بعد كده المرحلة الرابعة وهي وزن البطاطس. بتحط طبعا في الاكياس الاوزان المطلوب منك، اذا كان كيلو او 2.5 كيلو او 5 كيلو حسب طلب العميل. النقطة او الحاجة اللي بعد كده هي اغلاق الاكياس بماكينة اللحام. بعد ما نخلص التعبئة بنفرغ الهواء من الاكياس، تأكد انها مغلقة كويس جدا من اي هواء، وبعد كده بنقوم باغلاق الاكياس بماكينة اللحام. النقطة اللي بعد كده وهي تخزين البطاطس في الثلاجات او في الفريزر الخاص بالمشروع. في اكتر من شركة بيوردوا الماكينات، ممكن تتواصل معهم وتشوف الاسعار وتشوف طلباتك في بيئة المشروع وتاخد بعض النصائح المهمة منهم. هم شركتين ان شاء الله سيبهم لحضراتكم في نهاية الفيديو. ده كان فيديو النهاردة اعزائي المشاهدين، اتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.